السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنبتدي نشرح منهج الماس للصف الثاني الابتدائي primary 2 first term او الترم الاول، وده المنهج الجديد. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منهج الماس لبرايمري 2 او الصف الثاني الابتدائي الترم الاول بيتكون من 6 يونتس او 6 وحدات، كل يونت فيها سام ليسونز او مجموعة من الدروس بتتكلم عن موضوع اليونت اللي احنا بنشرحها. النهاردة هنبتدي نشرح يونت 1 أو الوحدة الأولى، وهي عنوانها Graphical Representation. Graphical Representation التمثيل البياني. ويعني ايه تمثيل بياني يا أصحابي؟ التمثيل البياني هو ان انا ارسم لك رسم معين، رسم اسمه الرسم البياني. الرسم البياني ده مهمته ان هو يوضح لك كل المعلومات عن اي موضوع احنا بنتكلم عنه. يعني مثلا لو انت بتسألني عن مثلا عدد الطلبة اللي نجحوا في المدرسة، انا برسم لك رسم بياني بيمثل كل عدد الطلبة اللي نجحت، وبيكون كمان في الارقام اللي هم جابوها وحصلوا عليها في كل مادة وبشكل مبسط، بحيث ان انا اوفر عليك ان انت تقرأ مجموعة من الاوراق كتيرة وتقعد تشوف كل طالب نجح وجاب درجة قد ايه ولا لأ. بمثل لك البيانات دي في حاجة اسمها جراف او رسم بياني. الرسم البياني ده بيكون مبسط لك المعلومات خالص وملخصها، بحيث ان انت تشوف الرسم البياني ده تعرف كل المعلومات من غير ما تقرأ اوراق كتيرة وتقرأ تقارير كتيرة وتقعد تضيع وقت كتير. فهي مهمة الرسوم البيانية او الجرافس بصفة عامة ان هي تلخص لك البيانات وتخليها ملخصة وواضحة قدامك في رسم بياني واحد. بمجرد ان انت تشوف الرسم البياني ده وتقرأه تعرف كل المعلومات اللي انت عايز تعرفها عن اي موضوع احنا بنتكلم عنه. فدي مهمة الرسوم البيانية. فيونت 1 اسمها Graphical Representation. Graphical Representation او التمثيل البياني. وهنتكلم في اليونت دي عن مجموعة من المواضيع. طبعا اول موضوع احنا بنتعلم ازاي نعمل collect ان احنا نجمع and interpret data. interpret data يعني ان احنا نمثل البيانات. يعني مثلا لما اقول لك اجمع لي البيانات الخاصة باعمار وباعياد الميلاد الخاصة باصحابك في الفصل، كل اصحابك اعياد ميلادهم في كل شهر من الشهور، اعرف لي كل واحد من اصحابك اتولد في اي شهر واكتب لي الارقام بتاعتهم وجمعهم لي، ده اسمه collect data ان انت بتجمع بيانات. وبعدين بنعمل interpret data ان احنا نمثل البيانات دي ونوضحها ونفسرها بشكل مفسر على رسم من الرسوم البيانية. تاني حاجة بنتعلمها ان احنا نعمل create ان احنا ننشئ a bar graph. bar graph يعني رسم بياني بالأعمدة، هنعرف شكله دلوقتي وهنتعلم ازاي نعمله. والبار جراف ده ممكن نمثل عليه مجموعة من البيانات زي ما قلنا من شوية الكلاس بيرث داي او اعياد الميلاد الطلبة الموجودين في الفصل. ممكن كمان نوضح عليه بيانات تانية، مثلا لو قلت لك اعرف لي اليوم المفضل في الاسبوع لكل واحد من اصحابك، هتروح تسأل وتعمل كولكت للداتا وهتسأل اصحابك عن اليوم المفضل بالنسبة لهم، ونعرف كل يوم كم عدد من الطلبة بيفضلوا. وبعد ما نعمل collect للداتا دي هنرسم bar graph او رسم بياني بالاعمدة، هنمثل عليه البيانات دي ونوضحها بشكل مبسط، بحيث ان انت اول ما تشوف الرسم البياني ده هتعرف كم عدد من الطلبة بيحب او بيفضل اليوم المعين من كل اسبوع. زي ما قلنا يا اصحابي الرسوم البيانية او الجرافس هي مهمتها ان هي تلخص لنا البيانات وتوضحها لنا في شكل رسم، اول ما نبص عليه ونقرأ البيانات الموجودة عليه نعرف كل المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها عن اي موضوع بنتكلم فيه. فمثلا لو قلت لك حسام and نهى and احمد and علي went to the library، راحوا المكتبة، and the table below والجدول بالاسفل shows how many pages they readed، بيوضح كم عدد الصفحات اللي هم قروها. draw
a bar graph ارسم رسم بياني بالأعمدة to show this data لتوضح هذه البيانات عشان خاطر توضح لنا البيانات دي. وديتا تيبل صغير موجود في النيم وموجود في البيجز او الصفحات. وقلت لك حسام وهو ارى 10 pages او 10 صفحات. وقلت لك نهى وهي قرت 15 pages او 15 صفحة. وقلت لك احمد وهو ارى 30 pages او 30 صفحة. وقلت لك علي وهو ارى 5 pages او 5 صفحات. وانت المفروض دلوقتي هتعمل bar graph او رسم بياني بالاعمدة to show this data او لتوضح للبيانات دي. فاحنا هنعمل ايه؟ اي رسم بياني بالاعمدة بيتكون من two axis او محورين، المحور الافقي او السهم المتجه للاعلى، والمحور الرأسي او السهم المتجه للجنب اللي هو ماشي بشكل افقي. طبعا المحور الرأسي او السهم المتجه لاعلى ده هنحط عليه البيجز او عدد الصفحات، والاكسس الافقي ده او السهم اللي ماشي بالجنب هنحط عليه اسماء اصحابنا حسام ونهى واحمد وعلي. تمام كده احنا عملنا اول حاجة واول خطوة في ان انت تعمل بار جراف او رسم بياني بالاعمدة. بتحط التو اكسس دول، الفيرتيكال اكسس او المحور الرأسي اللي هو السهم المتجه لفوق ده اسمه vertical axis. انا مش طالب منك ان انت تحفظ اسمه بس تبقى عارف هو اسمه ايه. والهوريزونتال اكسس، الهوريزونتال اكسس او المحور الافقي زي ما قلنا اللي هو السهم اللي ماشي بالجنب ده. دول اول خطوة ان انت ترسم بار جراف او رسم بياني بالاعمدة. وزي ما قلنا على الفيرتيكال اكسس هنحط عليه عدد الصفحات او البيجز، وعلى الهوريزونتال اكسس المحور الافقي هنحط عليه النيمز او الاسماء. زي ما احنا شايفين قدامنا كده احنا رسمنا التو اكسس وحطينا عليهم البيجز والنيمز. المفروض دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل عمود او بار يعني عمود. هنعمل عمود او بار فوق كل اسم. البار ده هيوصل لحد عدد الصفحات اللي اراها الاسم ده او الشخص صاحب الاسم ده. فمثلا احنا قلنا حسام ارى 10 pages او 10 صفحات فهنوصله لرقم 10. وقلنا نهى ارت 15 pages او 15 صفحة فهنوصلها ل 15. وقلنا احمد ارى 30 pages او ارى 30 صفحة فهنوصلها لرقم 30. وقلنا علي ارى 5 pages او 5 صفحات فهنوصلها لنمبر 5. وبكده احنا عملنا البار جراف او الرسم البياني بالاعمدة، وضحنا عليه المعلومات. بمجرد ان انت تشوف البار جراف او الرسم البياني اللي احنا رسمناه ده وتبص عليه وتشوف الاسماء والصفحات وكل بار موضح قد ايه من الصفحات اراها كل اسم، هتقدر تعرف المعلومات بشكل ملخص ومبسط من غير ما تقعد تقرأ تقرير او صفحة كبيرة. وتعالوا ناخد مثال تاني نوضح بيه المعلومة بشكل اكبر. لو انا قلت لك مثلا روح اعمل كولكت للداتا دي واعرف من اصحابك في الفصل عن الفيفوريت داي بتاعهم او اليوم المفضل بتاعهم، وقلت لك مثلا اعرف لي عدد الطلبة اللي بيفضلوا كل يوم من الايام بتاعت الاسبوع، فانت رحت وعديت اصحابك وسألتهم عن ايام الاسبوع وبدأنا بيوم مثلا السبت ساترداي، ولقيت ان في 10 من اصحابك او 10 students بيفضلوا يوم السبت. وسألتهم عن يوم الاحد او sunday ولقيت ان في 15 بيفضلوا يوم الاحد. وسألتهم عن monday او يوم الاثنين لقيت في 16 بيفضلوا monday. وسألتهم عن يوم التلات او tuesday لقيت ان في 15 بيفضلوا يوم التلات. سألتهم عن يوم الاربع او wednesday لقيت ان في 20 او 20 بيفضلوا يوم الاربع او wednesday. سألتهم عن يوم الخميس او thursday لقيت ان في 25 او 25 بيفضلوا. سألتهم عن يوم الجمعة او friday لقيت ان في 30 students او 30 طالب بيفضلوا يوم الجمعة. احنا دلوقتي عملنا collect وجمعنا الداتا والبيانات. المفروض ان انا دلوقتي بقولك اعمل لها تمثيل او اعمل لها representing
على البار جراف أو الرسم البياني بالأعمدة. إحنا دلوقتي عندنا التيبل أهو موجود قدامنا، موجود في أيام الأسبوع: Saturday 10, Sunday 15, Monday 16, Tuesday 15, Wednesday 20, Thursday 25, Friday 30. كده واضح قدامنا أيام الأسبوع. مطلوب مننا ان احنا نوضح كل يوم من الايام دي بيفضلوا قد ايه من الطلبة. فهنعمل ايه؟ اول حاجة قلنا عليها بنعملها ايه واحنا بنرسم بار جراف او رسم بياني بالاعمدة. شاطرين كلكم، بنرسم two axis: ال vertical axis وال horizontal axis. ال vertical axis او هنحط عليه عدد الطلبة او الستيودنتس اللي بيفضلوا اليوم ده، وال horizontal axis او المحور الافقي هنحط عليه أسماء الأيام أو days of the week: Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. هنحطهم بالشكل اللي قدامنا ده، وبكده احنا حددنا كل axis من دول بيمثل ايه. واحد بيمثل الأيام أو days، والتاني بيمثل the students أو الطلبة. المفروض دلوقتي هنحط على ال vertical axis أو المحور الرأسي عدد الطلبة اللي بيفضلوا كل يوم من أيام الأسبوع دي. فهنقسم ال vertical axis دي لمسافات متساوية، هنقسمهم مثلا 5, 10, 15, 20, 25, 30، بقى عليه 6 نقط. الست نقط دول بيمثلوا 6 أرقام: 5 و10 و15 و20 و25 و30. وطبعا المفروض ان بينهم مسافات، كل مسافة من دول فيها 5 نقط صغيرين او 5 صفوف صغيرين بتمثل المسافة ما بين النقطة دي والنقطة اللي بعد منها. فمثلا انا قلت لك اول يوم اللي هو Saturday كان بيفضله 10 students او 10 طلبة، فانت هتعمل فوق يوم Saturday او يوم السبت بار او عمود واصل لحد number 10 او رقم 10. طب Monday يوم الاحد المفروض كان بيحبوا 15 او 15، يبقى هترسم بار او عمود فوق Sunday او يوم الاحد وهيوصل لحد number 15 او رقم 15. طيب Monday او يوم الاثنين المفروض ان هو كان بيفضله 16 او 16 students 16 طالب، يبقى هنرسم فوق منه بار او عمود واصل لحد number 16، وهتلاقي 16 أطول شوية من number 15 زي ما قلنا من شوية. Tuesday أو يوم الثلاث بيفضلوا 15 برضو أو 15، يبقى هنرسم بار فوق Tuesday أو يوم الثلاث واصل لحد 15 أو 15. طب Wednesday أو يوم الأربع كان بيفضلوا 20 students أو 20 طالب، يبقى هنرسم فوق منه بار أو عمود واصل لحد number 20 أو رقم 20. طب يوم Thursday أو يوم الخميس كان بيفضلوا 25 students أو 25 طالب، المفروض إن احنا هنرسم بار أو عمود فوق Thursday أو فوق يوم الخميس هيوصل لحد number 25 أو رقم 25، علشان يوضح إن اللي بيفضلوا 25 طالب. طب بالنسبة ليوم Friday أو يوم الجمعة كان بيفضلوا 30 students أو 30 طالب، يبقى هنرسم بار او عمود فوق Friday او يوم الجمعة وهيوصل لحد number 30 او رقم 30 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا يا اصحابي عملنا representing او تمثيل للداتا اللي معانا على البار جراف او الرسم البياني بالاعمدة زي ما احنا شايفين قدامنا، وعرفنا ازاي كمان نرسم بار جراف او رسم بياني بالاعمدة. واخر مثال هناخده النهاردة مع بعض نوضح بيه الفكرة دي، هو ان احنا هنعمل عملية collect او جمع للداتا او البيانات الخاصة بالclass birthdays او اعياد الميلاد الخاصة باصحابنا في الفصل، وهنجمعها وهنكون عندنا المثال بشكل مرسوم قدامنا. عندنا الclass birthdays مرسومة على البار جراف، البار جراف مرسوم قدامنا، عايزين ناخد البيانات دي من عليه ونجاوب بيها على بعض الاسئلة. فانا مثلا لو اديتك البار جراف اللي قدامك ده وهو مرسوم عليه الشهور بتاعت السنة وكل شهر عدد الطلبة اللي اتولدوا فيه، فمثلا عندنا January يناير اتولد فيه 7 students، وعندنا February او فبراير
اتولد فيه 3 students، وعندنا مارش أو مارس اتولد فيه 9 students، وعندنا ابريل أو ابريل اتولد فيه 6 students، وعندنا ماي أو مايو اتولد فيه 1 student، وعندنا جون أو يونيو اتولد فيه 4 students، وعندنا جولاي أو يوليو اتولد فيه 8 students، وعندنا أوغست أو أغسطس اتولد فيه 5 students، وعندنا سبتمبر أو سبتمبر اتولد فيه 2 students، وعندنا أكتوبر اتولد فيه 10 students، وعندنا نوفمبر اتولد فيه 7 students، وعندنا ديسمبر اتولد فيه 3 students. زي ما احنا شايفين قدامنا كل شهر من دول موجود على الـ horizontal axis أو المحور الأفقي، والـ vertical axis موجود عليه الـ number of students أو عدد الطلبة. المطلوب مننا دلوقتي إن احنا نجاوب على بعض الأسئلة أنا هسألكوا عليها دلوقتي، جاوبوني عليها وتقولولي الإجابة بتاعت السؤال عن طريق إن انتوا تجيبولي الداتا من الرسم البياني ده أو من الـ bar graph ده. أنا دلوقتي هسألكوا بعض الأسئلة وانتوا المفروض عن طريق ان انتوا شايفين البار جراف ده تجاوبوني على الأسئلة اللي انا هسألها لكم دي بشكل صحيح. فأول سؤال بيقول مثلا لو قلتلك which month was the largest birthdays، أي من الشهور في أكبر عدد من أعياد الميلاد، which month was the largest birthdays، أي من الشهور اللي موجودة قدامك على البار جراف ده في أكبر عدد من أعياد الميلاد. شاطرين كلكم، هو شهر اكتوبر لان هو فيه 10 students وده اكبر عدد من الطلبة اتولدوا فيه. طب لو سألتك سؤال تاني وقلتلك which month was the least number of birthdays، which month was the least number of birthdays، اي شهر من الشهور دي في اقل عدد من اعياد الميلاد. شاطرين كلكم، شهر ماي او شهر مايو في 1 student اتولد فيه بس مفيش اكتر، فده اقل شهر من الشهور اتولد فيه حد وفي عيد ميلاد واحد بس. طب مثلا لو قلتلك which month was 7 birthdays، which month was 7 birthdays، اي شهر من الشهور دي في 7 اعياد ميلاد. شاطرين كلكم يا اصحابي، عندنا شهر جانوري أو شهر يناير في 7 birthdays، وعندنا كمان شهر نوفمبر في 7 birthdays. طب لو قلتلك how many birthdays in February، how many birthdays in February، كم عيد ميلاد في فبراير، تقدر تقولي كم؟ شاطرين يا حبايبي كلكم، هم فعلا 3 birthdays أو 3 أعياد ميلاد. طب لو قلتلك how many birthdays in July، how many birthdays in July، كم عيد ميلاد في جولاي؟ شاطرين 8 birthdays أو 8 أعياد ميلاد. طب آخر سؤال لو قلتلك how many birthdays in October، how many birthdays in October، شاطرين هم 10 birthdays. شاطرين كلكم حبايبي. وبكده نكون وضحنا يعني ايه بار جراف، ازاي نرسم بار جراف، وازاي كمان نجاوب عن اسئلة عن طريق ان احنا نقرأ البار جراف وناخد الداتا والانفورميشن اللي واضحة عليه. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. لو اعجبك الدرس واستفدت اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 لايك تحت الفيديو او 1000 واحد استفادوا، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.